السلام عليكم ورحمة الله. توقفنا في المقطع الأخير عند كيف نطلع الـ unit vectors للـ cylindrical system، وطلعنا الـ unit vectors بهذا الشكل. أوكي، عندي الآن الـ unit vectors وعندي المودلس حقها. أوكي، هذه المودلس لكل unit vector، وهذه الـ vectors نفسها. أوكي، هذا هنستخدم هذه الأشياء بعدين عشان نطلع الآن الموضوع حقنا اللي هو الانفينيتيزمال فيكتور ديسبليسمنت دي ار. هو الانفينيتيزمال فيكتور ديسبليسمنت اللي هو دي ار. اوكي، احنا هنطلع طبعا دي ار، وهنطلع دي اي، وهنطلع دي في. اوكي، ليش دي ار ودي اي ودي؟ هذا بنستخدمها طبعا في الكهرومغناطيسيه كثير، وشرحنا يعني مثال من هذا الشيء بالذات مع الدي اي في موضوع الجاوسيان لو. اوكي، طيب، عشان نسوي هذا طبعا بيكون differential of a vector، طبعا بيسميه differential dr، هذا حيكون differential differential of vector r، هذا differential of vector r. اوكي، نغير لون لانه هذا عنوان دائما بالبرتقالي، معلش خليني بالاصفر اوضح. differential of vector r. اوكي، اخذنا قبل كذا في موضوع differentiation او ايش هو differential of vector، مثلا differential خلينا بلاش r، خلينا نغير differential of vector a. عندك vector a اسمه، وvector a هذا طبعا فيكتور انا بكرر، وهو فانكشن ل سكيلر سكيلر كوانتيتيز مثلا يو 1 يو 2 يو 3 الين يو ان مثلا. اوكي، الين يو ان هذه كلها متغيرات، وهذا فيكتور. اوكي، بتعتمد تغيير هذا الفيكتور او ممكن البوزيشن حقه او شيء على مين، على المتغيرات الموجوده في هذا الشيء. لو تبي تسوي له ديفرنشال، لو تبي تسوي له ديفرنشال دي اي، اوكي، ديفرنشال ديفرنشال اوف فيكتور اي، اوكي، هو دي اي، كيف لها قانون طبعا، طبعا شرحناه قبل كده بس احنا عادي نذكر مرة ثانية، اللي هو dA ايش يساوي، اللي هو طبعا المجموع اللي هو differentials للمتغيرات هذه أو partial differentials لكل متغير من هذه. طبعا خلينا نقوله بالشكل العام حق القانون نفسه، هذا كيف بدون دخول في التفاصيل اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هو دي اي باي دي يو 1 اللي هو هذا اول متغير في دي يو 1 partial differential زائد دي اي باي دي يو 2 في دي يو 2 زائد طبعا الى اللي هو دي اي باي لور بارشل ديفرنشال في الديفرنشال نفسه يو ان دي يو ان يو ان. طبعا ممكن يعني ممكن نتوقف الى هنا، يعني ممكن ثلاثه او على حسب المتغيرات الموجوده. هذا القانون دائما انا عندي مشكله في اني اسوي
سويتها هذه المرة. هذا القانون. طيب في حالتنا اللي هو الدي ار، نرجع للدي ار، ايش عندنا؟ عندنا المتغيرين ثلاث، عندنا في الار اللي هو المتغير ار. طبعا لو نرجع لهذه الصورة، ايش هو المتغيرات حن اللي هي الار نفسه، اللي هو الرو السكيلر. طبعا عندك الرو اوكي، وعندك الفاي، وعندك مين الزد. هذه هي المتغيرات اللي عندك، صح ولا لا؟ طيب يعني الار is a function of الار اللي هو الفيكتور ار. هذا الفيكتور ار is a function، معلش، is a function R is a function of rho phi with z اللي هي ايه؟ scalar. scalar okay. so R is a vector, is a vector function okay. هذا طبعا vector. نفس حالة ال dA هنا okay. نفس حالة الدي اي، تمام. طيب في هذه الحاله ايش نسوي؟ الدي ار في هذه الحاله ايش حنسوي؟ دي ار نفس الدي اي هنا، نطبق هذا القانون. حنسوي دي ار اللي هو دي ار ديفرنشال باي دي رو اللي هو اول واحد اوكي، زائد، لا معلش اخطيت، في ال اشتقاق مين في الدي شو اسمه، في الدي رو اوكي، زائد نفس الحكايه دي ار باي دي فاي اللي هو البارشل. هذا بارشل اوكي، في الدي فاي. هذا ما تيجي كده دي فاي زائد مين، نكتبه بشكل منسق أفضل، دي فاي زائد دي ار على بارشل دي للدي زد في الدي زد، تمام. غير اللون، خلنا في هذه المرة أزرق. ال dr by d rho و dr by d phi و dr by dz هذه موجودة عندي. شوفوا ليه هنا، معلش، صح dr by d phi dr by d rho dr by dz يعني بيساوي مين؟ e اللي هي المتجهات نفسها، e رو e فاي e زد، صح؟ خلاص نعود، خلينا نكمل. e r في هذه الحالة شو تساوي؟ هتساوي هذا ننزله هنا، e رو في مين؟ في ال e رو، دايما نكتب e بنفس الشيء e رو زائد d فاي. برضو ننزل هذه هنا دي فاي اي فاي زائد مين اي زد دي زد، او خلينا نقول دي زد اي زد. تمام. طيب ال 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 هذه وش تساوي؟ طبعا هذه المتجهات احنا نبغى نكون as a function of unit vectors، يعني تكون functions مو في الفيكتورز نفسها، في unit vectors. لو ترجع لي ال شايفين انا سويت دائره لكل واحده هنا، صح ولا لا؟ شوف ال unit vector هنا علاقته بالفيكتور حقه ايش هو، هنا بيتساوي، هنا لا، في الفاي في حاله الرو اوكي بتساوي هنا اوكي. في حالة الفاي لا، لازم تقسم على المودلز اللي هو كان اللي هو الرو اوكي. يعني ناخذ الفيكتور باليونت فيكتور، هذا الفيكتور
وهذا اليونت فيكتور علاقة لازم تكسر مع الرو. الاي زد هي نفسها الاي زد فيكتور هي نفسها الاي زد يونت فيكتور. اوكي فنعوض هنا هيكون الدي ار ايش بيساوي؟ هيكون الدي ار بيساوي زيرو لليونت فيكتور للرو. اوكي ودي فاي هنا لا مو دي فاي هنا رو دي فاي شايفين لان هنا في علاقه هنا رو دي فاي. اوكي رو دي فاي اللي هي هذه. اوكي في اليونت فيكتور للفاي زائد مين؟ زائد دي زد لليونت فيكتور لانه هو بيساوي بعض دي زد. طبعا هذا قانون النهائي لا لازم نسويه صح. بالنسبة للآر هذه هي الانفينيتيزمال الانفينيتيزمال فيكتور او ديسبيسمنت او فيكتور ديسبيسمنت للدي دي ار. اوكي اراكم في المقطع الاخر ان شاء الله. شكرا.